مرغد الامراهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. امه سادات سلامون علیک، روح عبادات سلامون علیک، روح عبادات سلامون علیک. مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. امه سادات سلامون علیک، روح عبادات سلامون علیک، روح عبادات سلامون علیک. گذر نوری به کبیر قومی، آب حیات دل این مردمی، آب حیات دل این مردمی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. الجالية البحرانية في قم المقدسة تقيم إحياء مراسيم وصول فاطمة المعصومة إلى بلدة قم، وتكرم زائريها بتوزيع وجبات غداء وعشاء من بداية من مولد رسول الله إلى وصول ذكرى وصول فاطمة المعصومة، امتدادا لأسبوع كامل. في هذا اليوم أيضا نستذكر شهداءنا بوضع صورهم لرفع مظلومية شعب البحرين وإيصالها إلى العالم وإلى الشعب الإيراني المجاهد الذي وقف بصموده ضد الاستكبار العالمي في حصاره من قبل أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والدول المناصرة لهم. نحن نقف اليوم ومع هذا لنخبر العالم بأننا نحن أهل سلم وسلام، أهل محبة ووئام، ولكن العالم العالمي الذي يحاول أن يخفي مظلومية البحرين وقد استجمع قواه للوقوف مع نظام آل خليفة، يسطر للعالم ويقول للعالم بأن شعب البحرين الذي يطالب بحقوقه هو ليس طلاب حق وليس طلاب سلام، بل هم طائفيين، ومارس الطائفية داخل البحرين، ومارس القمع داخل البحرين، بل وهدم المساجد وأحرق المصاحف ودنس دور العبادة وانتهك الأعراض وزج بالعلماء والرموز داخل المعتقلات وعذبهم ونكل بهم، بل وزاد على ذلك باعتقاله للنساء الشريفات العفيفات وانتهاك أعراضهم. نحن اليوم بوقوفنا هذا مواسين إلى آل بيت رسول الله، نقول بأننا شعب مظلوم، نقول بأننا نحن أهل حق وأهل سلم وأهل سلام. نطالب العالم اليوم من هذه الوقفة لأن يقفوا مع شعب البحرين لكي يرفعوا عنه مظلوميته التي زادت عن 240 عاما بحكم نظام آل خليفة. الأمراهي قمي شباب، در هرم أمن تقمي شباب. أمي سادات سلام عليك، روح عبادات سلام عليك، روح عبادات سلام عليك. مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. امه سادات سلامون علیک، روح عبادات سلامون علیک، روح عبادات سلامون علیک. گذر نوری به کبیر قمی، آب حیات دل این مردمی، آب حیات دل این مردمی. امه سادات بگو کیستی، فاطمه یا زینب ثانیستی، از سفر کرم و بلا آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. تقیم الجالیه البحرانیه هذا المعرض في حرم السيدة المعصومة بمناسبة ذكرى مجيء السيدة فاطمة المعصومة إلى أرض قم، وهذه الزوار تتوافد على زيارة السيدة فاطمة المعصومة و
حاول الشباب البحريني الاستفادة من هذه الفرصة للتعريف بمظلومية شعب البحرين، وقام بعرض هذه الصور، وهناك تفاعل كبير مع قضية شعب البحرين. ندعو جميع الجاليات في جميع أنحاء العالم للاستفادة من هذه المناسبات وأشباهها للتعريف بمظلومية شعب البحرين ولإظهار هذه المظلومية للعالم، ومن أجل التضامن مع شعب البحرين ورفع معنوياتهم داخل الوطن وللتخفيف عن معاناتهم وجراحاتهم، ولكي لا يشعروا أنهم وحيدين في ساحات المواجهة، بل كلنا معكم وكلنا نقاوم وكلنا نستمر حتى إسقاط هذا النظام وهذه العائلة الخليفية المجرمة إن شاء الله في القريب العاجل. أمي صادات سلام عليك، روح عبادات سلام عليك، روح عبادات سلام عليك، کوثر نوری به کبیر قومی، آب حیات دل این مردمی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وآله والإمام الصادق وقدوم السيدة المعصومة عليه السلام إلى مدينة قم، قام أبناء البحرين وأبناء المقاومة البحرينية بإقامة مضيف لتقديم الخدمات من الزاج والطعام والمشروبات إلى زوار السيدة المعصومة عليه السلام. ونحن من أبناء العراق وبصفتنا أخوة ومتحابين وشركاء، نستغل الفرصة لإبداء رأينا في دعم المقاومة وأبناء المقاومة في البحرين، حيث أن لكل شعب الحرية في اختيار وتحديد المصير واختيار الحكومات والنظام التي تسوسها وفق نظام الشريعة الإسلامية التي أقرها الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذه المناسبة الكريمة نحن يدا وقلبا وقالبا مع أخواننا في البحرين ضد النظام الغاشم من آل خليفة ومن يدعمهم من آل سعود والاستعمار والاستكبار العالمي، والحمد لله رب العالمين.